شوف بلادي يدعوكم لاكتشاف 30 موقع سياحي خلاب بجهة طنجة تطوان الحسيمة. مرحبا بكم معنا في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. اليوم غادي ندير بكم جوله ساحليه ما بين مدينه المضيق والفنادق. غادي نعرفكم من خلالها على بزاف ديال الانشطه اللي تقدروا ديروا الا جيتوا لهنا، والا كنتم مستعدين اجيو معايا. باش تمشيو للمضيق عندكم 15 كيلومتر من المدينه ديال تطوان، واول حاجه غادي تبان لكم كيف توصلوا للمدينه هي لا كورنيش ديالها اللي مشيده بطريقه حصريه وانيقه غتخليكم تستمتعوا بالمشي حتى توصلوا لبارينا ديال المضيق. في المضيق كنصحكم تجيبوا شي دويره في واحد من لي باطو اللي كاينين في لا مارينا، ودابا اجيو معايا نضربوا شي دويره في الداخل ديال البحر. السلام عليكم. الباطو كيبقى احسن وسيله الا بغيتوا تستمتعوا بالشواطئ الجميله المتوسطيه على طول الشريط الساحلي تامودا باي اللي جمع ما بين مارتين حتى الفنادق. في البحر تقدروا تخرجوا ليه في وسط النهار كيف ما تقدروا ليه تخرجوا ليه حتى الخرجه العشيه الا بغيتوا تستمتعوا بالغروب ديال الشمس هائل. بصراحه ما كاين ما احسن من البحر فين دوزوا النهار ديالكم. هاد لابلاج اللي كتشوفوا تماك هي لابلاج ديال كابيلا. ومن البحر المنظر ديال لاكوت كيبان 100 مره احسن من الا شفتوه من اليابسه. البحر الابيض المتوسط ما كاين ما احسن منه الا بغيتوا ديروا لا بلونجي سو مارين، تقدروا ديروا حتى الصيد الا كان كيعجبكم. على طول المساريه اون باتو غادي تصادفوا بزاف ديال الفلوكات اللي خارجه للصياده، وحتى من هو ديال الصيد بالقصبه غيبانوا لكم كيصيدوا من على الصخور. من ورا هذا الجبل الكبير اللي كتشوفوا هنا غادي نخرجوا في المحطه البحريه المشهوره كابو نيغرو. كابو نيغرو هي واحدة من المحطات السياحية البحرية الراقية بمناظر طبيعية استثنائية جمع ما بين البحر الخضورة والجبال اللي دايرة بها. من بعد هاد الجولة اللي درنا في البحر ولا بد الواحد ما تفتح ليه الشهية، داكشي علاش دابا غادي نديكم فين تقدروا تضربوا شوية ديال السردين من داكشي الرفيع، فأجيو معايا. السرديل عندهم هنا شحال بنين، عندكم تجيو حتى لهنا بلا ما تجربوه. رحلتنا اليوم سالت ولكن مازال مغامرات كثيره في انتظاركم، ودائما في الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه. خليتكم على خير.